أنا وحيدة أبوي وأمي، عايشة وياهم يعني بنعيم، كل شي موفرين لي. وبالدراسة يعني كنت أحب الدراسة، بس ويا الدراسة أي شي أحتاجه، أي شي أطلبه، أروح مثلا أباتي خالاتي، أمي أبدا ما تمانعني، وأي شي أتمناه أريده، ألعاب ما ألعب، فموفرين لي كل شي. وأني يعني من النوع اللي متطلب، أريد كل شي جديد، أريد كل شيء ينزل بالسوق، أي شيء أشوفه عند الآخرين، يعني ربيت على إنه كل شيء إلي يصير. وهذا الشغلة خلت عندي اعتمادة، يعني من وصلت للثالث متوسط ردت إنه أروح معهد فنون، ما ردت أكمل إعدادية، ومعدلي كل الزين، وكان ممكن إنه أدرس وأطلع غير شيء، بس خلاص ما دام هي رادت هيجي فيصير لي الآن أريده. كملت المعهد وصارت عندي الشهادة. خلال هاي الفترة أنا عايشتها مثل ما أنا أريد وشنو أتمنى، وحياتي وصديقاتي يجوني يروحون، كل شيء كل شيء مباح لي، أهلي مدللين. بالنسبة للتربية يعني هذا جزئية الدلال، هذا أمر هو بصراحة يعني يتلف شخصية الطفل، يأثر عليها، يعني حصر الدلال يؤدي إلى أنه بالتالي تكون شخصية اتكالية، شخصية يعني لا أبالي، ماكو أي نوع من التضحيات، ماكو مبادرات، يتمنون أو يعني يطلبون كل الأشياء تكون جاهزة على طبق من ذهب. فالدلال من الأمور اللي هي صراحة تأثر على شخصية الطفل. المفروض إحنا اليوم بين الإي وبين اللا، مو كل الأشياء الطفل يطلبها إحنا يعني نبادر ونقول له إيه وعادي وتدلل، ما يصير هذا الشيء. ليش؟ لأنه مرات يمكن يطلب أشياء إحنا ما راح نقدر نوفر الهياء، فمعناتها إنه هو راح يعني راح يتمرد. ليش؟ لأنه متعود إنه دائما طلباته مستجابة وطلباته أوامر، فإحنا كن نركز على هذا الشيء. بالنسبة لشخصية البنت المدللة، هي الدلال أنواع، يعني أكو دلال أكو أشياء مسموح بها، أكو أشياء ما مسموح بها، يعني يكون الدلال مو مطلق، كنا مدللين أولادنا وبناتنا بس بالشكل اللي إحنا كإسلام، بالشكل اللي يرضي مبادئنا وعقيدتنا وديننا. فأكو أشياء عوائل عندهم أشياء كلش مباحة، يعني المسموح به غير المباح، المباح سواء كان خطأ أو صح ممكن تطبيقه، لكن المسموح به لا، هذا يتبع فد يعني عقائدنا، أخلاقنا، تربيتنا البيئية تفرق. اليوم الأم والأب لازم يحاربون ويجاهدون في سبيل إنه يوفرون كل شيء للطفل، كل شيء ما يصير يعني يتوفر للطفل. لازم نعلم الطفل أكو فترات العائلة تمر بضائقة مادية، أي يعني بصعوبات أو مشاكل مادية، أيام مثلاً متوفرة المادة وأيام لا، لازم من الصغر نعلم الطفل، نحمل مسؤولية هذا الشيء. ليش؟ هذا الشيء خليه يتحمل ويعرف شنو الصبر. زين، إنه إحنا اليوم مو كل حياتنا سعيدة، مو كل حياتنا إحنا مثلاً متوفر عندنا وفرة وعندنا ثراء. زين، يعني لازم نعلم من هو صغير شنو الحلو وشنو المر، شنو الأسود شنو الأبيض. ما نبين له إنه الحياة كلها حلوة. ليش؟ لأنه تعرفين حياتنا هي بها مشاكل وصعوبات وصدمات. فهنا أول ما يبدي الطفل يعني من مثلا يبدي شوي يكبر ويتخطى ويطلع للمجتمع وللشارع، من يسمع كلمة لا من المدرسة، من الصديق، من حتى من يكبر يعني مثلا من ويتزوج، إذا أسمع كلمة لا راح تصير بالنسبة له صدمة جدا كبيرة. مثلا بنت مدللة أد أهلها ما أدها أي مسؤولية بحياتها كهي بيم أهلها، ومن الزوجة شافت حياة مسؤولية صعبة وأولاد، وأحيانا أنه تسكن ويا أهل الزوج، فعانت ما عانت من هذا الموضوع، قسم تتحمل يعني تتعرض إلى صدمات نفسية، إلى أمراض نفسية، قسم لا، يؤدي الموضوع بها إلى الطلاق.
لكن حالات نادرة إنه نشوف إنه تؤدي إلى الخيانة الزوجية، حالات كلش نادرة. مرحلة الزواج يعني شفت الصديقات اللي تنخطب واللي مثلا تريد تكمل بعد غير وراء المعهد، ممكن تروح تقدم كلية أو بعد حسب إنه تتعين أو هيك شيء، يعني مالي واهس صراحة لأن تعبت بالدراسة وهواي أخذت مني وقت، فظليت يعني عادي ما عندي مشكلة إنه أتزوج. فالمواصفات طبعا اللي أنا خليتها ويعني يدرون أهلي إنه أنا لازم أزوج من شخص يكون متمكن ويقدر يصرف عليه ويوفر لي الأشياء اللي أنا أريتها لأن أنا عايشة بهذا المستوى، فلازم يكون هو بنفس المستوى ويشوف هذا الشيء حقي. بنية إذا كانت كلش مدللة وبعدين ترتبط بإنسان يعني ما يوفر لها كل الأمور، راح تحس بأنه هي يعني تعيش حياة يعني حياة صعبة مو مثل الحياة اللي أهلها وفروا لها. زين، فلازم نخلي، لازم نزرع في بالها، هي الأم والأب هم اللي يزرعون الأفكار والقيم والعادات وهاي الأمور كلها. زين، المفروض أهل يعلموها إنه احتمال أنت ترتبطين بشخص ما راح يوفر لك الحياة اللي إحنا وفرنا لك إياها. زين، يعني اليوم لازم تعرف كل يعني شاب وكل شابة حياة العائلة هي كت بعد ما يعني بعد ما يكبرون ويتزوجون ينتقلون إلى مرحلة ثانية، مرحلة الزواج إن هم يعني يسوون نوع من الكت، ينسون كل شيء، كل شيء عاشوا. ليش؟ لأن هم راح يبدون حياة جديدة. أنا اليوم كأمرأة من أرتبط برجل، هذا رجل مو مثل والدي إنه أنا إذا أريد لبن العصفور يجيب لي إياه. زين، لأن أنا البنت المدللة، البنت الوحيدة، أو أنا آخر العنقود. زين، الرجل أكيد راح أكون في أمور متطلبات يقدر عليها وما يقدر عليها، فهنا أنا ما راح مثلا يعني راح يأثر على شخصيته أنه يعني سبق أنه تحدثت معاش أنه مثلا أكو فد قيم الإنسان لازم يتعلمها، أكو فد مثلا معتقدات، أكو فد أمور هذه تعتبر فد ثوابت أساسية يبني عليها حياته الجديدة، حتى حياته بالمدرسة وبالمجتمع وحتى على حياته بالعمل. زين، الدلال هو من الأمور قلت لك اللي تأثر على شخصيته واللي تتلف شخصية الطفل. لازم يكون يعني شخصية قيادية، لازم يكون عنده مركزية من هو صغير، لازم نعلمه القيادية والمركزية، مو دائما هو ملك وقاعد على العرش. زين، لازم يعني نراوي جانب الخشن بالحياة حتى يقدر شنو، يقدر يعني يتحدى الصعوبات اللي يمر بها بدون ما يعني يرتكب جريمة أو بدون ما مثلا أنه هو ينحرف. ضروري تدخل العائلة بجميع اختيارات أبنائها، يعني مثلا اختيار الأصدقاء، اختيار حتى رفاق العمل، يعني المفروض العائلة تتدخل بهذا الموضوع. ليش؟ لأن نظرة الأم والأب أو الجد مو مثل نظرة اللي هو الشاب أو الشابة، أو نظرتهم تفرق، عندهم فد نظرة مستقبلية، نظرة بعيدة. يعني الشاب أو الشابة يمكن يعني تدفع غرائزه، تدفع مشاعره إنه يصادق أشخاص مو بمستوى عائلته. فالعائلة هذا الشخص من يرتبط بابنهم راح يرتبط بيهم، فضروري تدخل الأهل لكن بالشكل الإيجابي مو بالشكل السلبي، إنه يعادون ابنهم أو يسوون مشاكل ويا اختياراته. لا، أكو طرق للنصح، أكو طرق للتوجيه، هاي تعتمد على ثقافة العائلة. يعني بالنسبة للتخصص مو مشكلة. ليش؟ لأن أنا اليوم من أريد أشوف نفسي وين، شو التخصص اللي أحسه قريب علي، قريب من أهدافي وشخصيتي. أنا إذا مثلا يعني اختارت التخصص اللي أريده راح أبدع به بالمستقبل، هاي مو مشكلة. بالنسبة مثلا لاختيار الصديقات، المفروض الأم والأب لازم يعرفون بنتهم ويا من ودا تمشي. هاي البنية بحياتي سمعت تأثر الصديق، سمع أكيد عن صديق السوء وصديق الصديق الصدوق، فإحنا لازم يعني نعطيهم حرية شخصية ونراقبهم، أو إحنا حتى لو راقبناهم من بعيد ما راح نقدر مثلا نتعرف على أصدقائهم أكثر. زين، يعني المفروض مثلا بطريقة حلوة إنه الأم
تشكل فد حلقة حلوة بين بنتها وبين صديقاتها عن طريق الملاطفة، أن تجي تقدم فد شيء على المائدة وتبدي تتحاور وياهم بطريقة ذكية، ما تحسس البنية أنه هي اليوم جاية تشوف هاي صديقتها شنو أخلاقها شنو تربيتها، وإنما تبدي مثلا تطرح عليها الأسئلة بشكل ذكي وبطريقة ذكية حتى تعرف مثلا يعني البنات اللي هم اصلا يعني اللي هم اللي مصاحبين بنتهم. ليش؟ لانه من العوامل المؤثره هو الصديق المقرب. اذا كان الصديق اكو صديق يعني عنده صفات صالحه راح يرفعنا لفوق بصراحه، واذا كانت صفاته غير جيده انه راح يعني يوصلنا للهاويه. فكان أكو شخص هو أكبر مني عمراً، يعني تقريباً 7 سنوات أكبر مني، هو موظف متمكن من عائلة كلهم موظفين وواصلين، وهو عايش يعني ويا أهله، بس عنده بس أخ متزوج، وقال هذا الأخ راح يطلع وراح تبقى أخت وياه، احتمال هذه الأخت تنتقل يعني ويا ذاك الأخ تعيش ما تعيش وياهم، وأبوهم وأمهم متوفين، فبكل المواصفات الحلوة يعني ممكن هذا البيت يبقى إلي، وممكن يعني هو قال لنا هيك أشياء، وعن طريق بابا يعني عرفت موظفين وهيك شيء، وأبويا موظف. التكافؤ الاجتماعي المادي الثقافي، التكافؤ بالعمر، التكافؤ بالعادات والتقاليد، هاي الأمور هي جدا مهمة بصراحة. هي كانت ذكية بأنه هي تبحث عن التكافؤ المادي، مو مشكلة إنه اليوم أنا عايشة عيشة يعني جيدة، مستواها جيد وسط ممتاز، إنه أخذ إنسان نفس طبقتي في سبيل لا أحس بهذا الاختلال خلينا نقول بالتوازن بحياتي. زين، الشيء اللي كان غير موفق إنه هي شخصية رومانسية وعاطفية، زين متعلمة على إنه حتى أبوها من ينطق باسمها وأمها يدلعوها، هي تحدثت بهذا الموضوع إنه زوجي حتى ما يسمعني مثلاً أو يدلعني باسمي مثل ما أبويا كان. هي متعودة على هذا المود، زي متعودة على عاطفة، متعودة على احتواء، متعودة على أنه هي يعني كل الحب والتقدير وكل طلباتها مجابة. هنا هي كانت ذكية، اكتشفت بفترة الخطوبة أنه هو إنسان عنده جفاف عاطفي. المفروض هنا تحاول مرة ومرتين وثلاثة، اليوم احنا من نكتشف أمر غير جيد لازم نبادر بأنه نصلح هذا الشيء، أو احنا مثلا ندخل في التغييرات بذكائنا باحتوائنا. أكو طرق، يعني أنت امرأة وأنا امرأة، أكو طرق. المرأة الذكية تعرف شلون أنه هي يعني تخلي زوجها هو نفس تصرفاتها ومثل ما هي تريد، يعني زين بما يرضي الله طبعا. لكن هي الخصلة اللي حصلت عليها بشخصيتها بسبب الدلال لا مبالاة، قالت يلا عسى ولعل إنه أنا أتزوج ويتغير كل شيء. لا، هذا غلط. اليوم كلش مهم الإنسان اللي نشوفه إنه هو إيجابي مثل ما أنا إيجابية، أنا أحب أطلع وأروح وأسافر، هو يحب هذا الشيء، هنا حصل صدامات ومشاكل. إذا هو بيتوتي وأنا أحب أسافر وأطلع، هنا حصل حقيقة صدامات. إذا أنا مثلا إيجابية، أنا عندي مبادرات مثلا خير وأحب أساعد الناس، وهو ضد هذا الشيء، هو مثلا انطوائي أنا اجتماعي، هاي كلها لازم تندرس بفترة الخطبة. فترة الخطبة من الفترات اللي نسميها الذهبية، اللي المفروض كل إنسان يستغلها. مع الأسف قلة الوعي عند بعض العوائل إنه اليوم لبسوا الحلقات باكر من الصبح راحوا وشافوا الأثاث ويعني الطبة والطلعة ومثلاً البردات والبدلات. لا، المفروض هاي الأشياء تؤجل. أشوف هذا إذا كانت الخطوبة تقليدية، وهي كانت خطوبتها تقليدية طبعاً، أنا ضد الخطوبة التقليدية. ليش؟ لأنه يعني مو كل شخص يقدر بالخطوبة، بس اللي عنده فراسة، بس اللي يقرأ، بس اللي سامع تجارب كل شهواية بالحياة، هذا يقدر يفرزن ويقدر يميز انه هذا الشخص الامامه هو شنو. احنا مع كل الاسف اكثر حالات الطلاق اللي دا تصير، واحنا كتبنا لمجلس القضاء وكتبنا للباحثين وكتبنا لوزارة العدل،
يفترض أكو تصير مكاتب للبحث الاجتماعي، يعني مكاتب استشارية، يعني شون يعني مرات واحد مريض يستشير أكثر من طبيب يلا يخصص إنه ليا طبيب يروح. يفترض هاي مكاتب الاستشارات هاي إذا صارت أو تأسست في كل منطقة أو في كل قطاع أو مثلا بالكرخ أو بالرصافة قبل إبرام عقد الزواج، هاي راح تحد هواية من حالات الطلاق، تحد هواية من حالات المشاكل اللي تصير بالأسرة. إحنا مع الأسف نفتقر لهذا الموضوع، لمن توصل الحياة مستحيلة أو إلى طلاق أو تفريق يتدخل يجي دور الباحث الاجتماعي، وهذا أعتقد يعني من الأخطاء. فهو أبويا مبدئيا وافق على فكرة أنه بنتي راح ترتاح ويهيك الشخص. أنا قلت له أريد أشوفه، شفته يعني الصراحة شخص عادي، مو ذاك يعني كشخصية مو اللي أنا أتمنى شخص يحبني، أتمنى أعيش هذه المرحلة، بس قلت يمكن راح أصير بالخطوبة. فقبلت عليه، هو أخلاق الولد ما عنده أي مشكلة، وأقولها وين ما أروح هو أخلاق، وأخلاقه هاي بعدين وقفت لي الصراحة. بس أنا بوقع نفسي شغلة اللي أنا صح ما مفكر بيها من بداية حياتي، بس كنت أتمناها أنه أحب شخص ويحبني. فقلت يمكن هاي راح تصير بعد الخطوبة، لأن شفت هواي صديقاتي عاشن مرحلة الخطوبة بكل تفاصيلها، طلعاتهم والحب ويتعرفون هيك شيء. ما تعرف هذا الإنسان شنو، بس احنا بفضل الانفتاح اللي صار اكو فد مساحة واسعة قبل الخطوبة، سواء كان بالكلية، سواء كان بال يعني مثلا بالدائرة، بالوظيفة، هاي العلاقات اللي صار على مواقع التواصل انا ما ارحب بها، بس لكنه اي فد امر انفرض علينا صحيح له لا، يعتبروا الناس هو انفتاح. احنا نرفض هذا الامر، لكنه ما تقدر نسيطرين على الوضع لانه هو خرج عن السيطرة. صح الانفتاح صار 360 درجة بعد ما كان خلينا نقول 90 زين. ف يعني حلو انه يعرفون بعض، حلو انه انا اعرف مثلا هذا اهدافه شنو، طبيعته شنو، اخلاقه، اكو تعقيدات مثلا هو متلقيها بالتربيه، علاقه اهم شيء علاقه امه وابوه. اليوم انا اذا يعني الامور اللي انا اعتبرها من النصائح الذهبيه اللي انا اقدمها لكل اثنين مقبلين على الزواج، دائما اقول شوفي علاقه امه وابوه شلونها، ليش الولد سر ابوه، اذا كان يعنف الام أو يصرخ عليها ويشتمها ويضربها، وإذا كان مدللها ويحترمها ويساعدها ويعني يقدم كل هذه الأمور الجيدة، فأكيد الولد راح يصير نفس الشيء، والبنية هم نفس الشيء. الأمور المادية هي وسيلة أنه تخليني أعيش حياة حرة كريمة وما مد إيدي، وأعيش بناتي وأعيش نفسي وأشتري الأشياء اللي بنفسي، خاصة تعرفين هاي يعني هذه الحداثة وهذه الأثاث اللي بدأ بين فترة وفترة والموديلات وهذه الأمور اللي يعني إحنا بدينا مثلا نشاهدها، فيعني مو حرام يعني شلون إحنا نقول من حرم زينة الحياة الدنيا، مو حرام إنه إحنا نحب نشتري أثاث جديد، مو حرام إنه إحنا نحب نغير سيارتنا أو نشتري بيت جديد أو نشتري ذهب، هاي مو مشكلة. هذا الولد من صارت الخطوبة بقى يعني شلون اللي محدود رسمي وياي، مو يعني يقول لي اسمي مثل ما هو، ما يدلعني، ما يقول لي كلمة حلوة، ما يعني شوية صار إحساس مشاعر من تشوفين إحنا بالمهر بعد العقد القرآني، يعني أكيد البنية راح يشوف شعرها، يشوف لبسها، يشوفها مترتبة، أكيد راح ينعجب بيها، يقول كلمة حلوة، كل شيء ماكو، كل شيء ما سمعت من يمه. هو النوع اللي أنا أطلب هذا الشيء وهذا الشيء ما ينطلب، المفروض هو ينحس وهو المفروض يبادر به. فعانيت بالخطوبة من هذا الشيء، من أقول له تعال إن البيت وأكشخ وأرتب وهيك شيء، أهلي ما عندهم مانع إنه أطلع وياه، بعد إحنا عقد بيناتنا، من أقول له أطلع يقول له أنا تعبان من الدوام ومالي خلق، أنا ما أحب الطلعات، عكسي أنا أحب الطلعات. من أقول له أطلع ويا صديقاتي هي عادي عادي طلعي، رايحة جاية ما يسأل، مو ذاك الحرص اللي عنده، شكيت انه عنده علاقات. هي هم ركزت على الحالة المادية، هذا احنا نقول فتشي فكرت فيه ايجابي، هذا وحدة. شغلة ثانية الطلعات هي يعني احنا نحتاجها، ليش؟ لانه تي اليوم من ظلين قاعدة بالبيت
وبين اربع حيطان، انت راح يصير عندك نسيان، انت راح يصير عندك نقص فيتامين دي لان جسمك ما متعرض لاشعه الشمس، حتى طريقه التنفس مالتك هاي عند احكي من ناحيه الصحه النفسيه زين، المشي، المخالطه، انه هذا يعني واحد طبع اجتماعي. اليوم واحد ليش ينسى؟ ليش اللي يقعد من البيت يعني من صارت مثلا في الدراسات على اشخاص هم جالسين بالبيت لمده طويله واشخاص هم لا دائما يطلعون، فشافوا انه اللي يطلعون واللي يتواصلون ما يصيبهم مرض الزهايمر. ليش؟ لانه اكو تواصل. انا اليوم احكي وياك، احكي ويا الاخ، احكي ويا صديقتي ويا امي ويا اختي، هذا التواصل راح يسوي عندي هذا العصف الذهني، راح يسوي عندي يقوي التركيز عندي، يقوي التفكير. فالمشكله انه هو كان يعني هو عنده دوام زين ويطلع من الصبح ويجي مثلا تعبان ويحكي ويا زميله ويا المدير، فيعني صار عنده اشباع من الناس زين، يريد يجي يرتاح. هي بالعكس، هي قاعده بالبيت تريد مثلا هو يتحدث وياها، ماكو، ما يتحدث، طبيعته انه هو انسان يعني قليل الكلام زين. هنا انا حسيت والتمست انه اكو اختلاف بالشخصيه تماما. يعني اليوم احنا لو نسوي سفد مقارنه نشوف انه مثلا هي ايجابيه هو مبين سلبي، هي شخصيه متحرره هو شخصيه تقليديه، يعني تقليديا انه يطلع للدوام يجي للبيت، من البيت للدوام، حتى ما يفكر. يعني هذا ترى غلط، ما يفكر انه هو يسمع زوجته كلمه حلوه. هذا احنا شنو تولد عندنا الطلاق الصامت. طلاق الصامت بالبدايه سنه سنتين طيب 3 سنوات انه علاقتهم حلوه، صارت شغله الاطفال، بعدين شوي تبدي انه هي تهتم باولادها عسى ولعل انه سد الفراغ اللي عندها، بعدين تحس لا انه رب العالمين خلق الانسان كتله من المشاعر. اليوم لو اريد يعني اشغل نفسي بشغل، اشغل نفسي باولاد، اشغل نفسي باي شيء، بعباده، لكنه رب العالمين اعطاني قلب ينبض، اريد احد يسمعني كلمه حلوه زين. النبي محمد عليه الصلاه والسلام شو يقول؟ بس احنا نعوف كل العلوم الانسانيه نجي على الشريعه، الكلمه الطيبه صدقه. هاي الكلمه الطيبه راح تاثر على هرمونات الجسم، على علم هرمون الاندروفين موجود بالدماغ اللي هو يبث السعاده والطاقه الايجابيه. اليوم الرجل الذكي لا من يسمع زوجته كلمه حلوه، مثلا ابسط شيء يطلع مثلا الشغله، قبل لا يطلع اقبل زوجتي من جبينها، احضنها، والله يسمعها كلمه حلوه، راح يجي يشوف البيت جنه، يشوف البيت جنة، يشوف أنه بيته مرتب، أطيب الأكل يعني محضرته على الغداء، تشوف مثلاً معتنية بنفسها، معتنية بأولادها. من يظل دائماً يعيشها بهذا الفقر العاطفي راح يصير طلاق صامت. بالنهاية هي بغرفة وهو بغرفة، هذا حيأثر على نفسيتهم، حيأثر على جو البيت، حيأثر حتى على الأولاد، بشعوا من يكبرون راح يسوون نفس الشيء. يعني هي الحياة الزوجية يعني وخلقنا بينكم مودة ورحمة، هاي المودة ممكن أن الاثنين يبادرون بها. ليش؟ لأن هي هاي حياتهم، لا أمها تتدخل، لا أمها، لا أبو، لا أبوها، ولا الأصدقاء يتدخلون، هاي حياتهم مستقبلية. يفترض على العائلة أن تروض أولادها على هالمبدأ وهالأساس. المستوى الثقافي للعائلة كلش ضروري. من الزوجة شافت في الطبع هواي أزواج الزوجة وغيره ومن طباعهم هواية. هسه أكو مقولات البيبياتنا يقول لك يعني ابنك وما تربيه وزوجك وما تعلميه مثل. ليش؟ لأن الحياة الزوجية حياة يومية، يعني صبح عصر ظهر هو وياها وهي وياه. ممكن أن هي تتعود على أطباعها أو هو يتعود على أطباعها. ممكن أن هواية أمور تصير بيها تسهيلات أو تصير بيها نكران للذات من ناحية الزوج أو الزوجة. هذا راح يؤدي إلى ديمومة واستمرارية للحياة الزوجية وحتى تكون عديمة المشاكل. أخذت حساباته وضفته وضافني وشفت يعني يحكي لها بكل رسمية وما أعتقد عنده شيء، وتلفونه من يجي عادي إذا أفتح قدامه وأشوف ولا يسأل ليش. يعني إنسان هيك برود، يعني ما أعرف يمكن هو هيك متربي على هيك الشيء. فأنا سألت الصراحة، قلت له يعني إحنا هسه كل ما أقول لك خلي نطلع، خلي أسألك يعني إحساسك اتجاه، تحكي عادي.
احنا شنو بعدين يعني شو راح نعيش شنو؟ قال اكيد نكون عائله وهذه، انا يعني اريد اطفال واريد استقر وهاي. تسوي بعد الفاس وقع بالراس. الخطا اللي صار قبل لا تنتقل لهاي المرحله، شوفي هسه احنا بدنا نشوف تاثير الشخصيه المدلله. هاي متعوده على العطاء دائما، انطيني انطيني انطيني، ما متعوده العفو الاخذ، العفو العفو. يعني هي متعودة، الشخصية المدللة متعودة على الأخذ، ما متعودة على العطاء. هنا هي من ارتبطت بهذا الإنسان، المفروض هي كامرأة زين تستخدم ذكائها مثلا أنه هي تحتوي زوجها، أنه هي تبادر بأشياء جميلة، أنه هي تهتم به، أنه هي تسمع كلام حلو من يروح للدوام تسأله مثلا. هاي العبارات اللي هي لا حياء فيها، أنه أنت أبو بيتي أبو بناتي تاج راسي، شنو اللي تريد أنا اليوم أحضر لك على الغداء. هاي كلمات حلوة زين، شون أي هاي المشكلة أنه هي ما تعبت نفسها، مجرد أنه هي ألقت نظرة حست أنه هو عنده جفاف عاطفي، خلاص أنا سحبت نفسي. وبعدين اللي سوته هو ضد الشريعة الإسلامية، يعني هاي مو عاداتنا وتقاليد، ضد عاداتنا وتقاليدنا، ضد الأخلاق، ضد حتى القانون. هو يحاسب يعني الإنسان اللي هي تخون زوجها، صحيح هي قبل كل شيء خانت نفسها. ليش؟ لأنه اللي يخون نفسه يعني هو متربع على فد أشياء صح وغلط. اليوم يعني أنا أدري أدري بروحي إنه هذا الشيء غلط، شو أنا بقى على نفسي بالمراية من أبارحة؟ أول كلمة هو شوفي بس أنا ما بقى على نفسي بالمراية، أو أنتي ما راح تشوفين لون عيونك، لو بشرتك شنو، لو شعرك، لو هاي راح تشوفين مثلا نورة، حشوف نورة منه، أنا حشوف سهاد منه، خاينة لا أبالي، ما عندها ثقة بنفس. هاي الصورة الذهنية هي اللي بدماغك اللي أنت مكونتها عن نفسك راح تشوفيها يعني أمام المرآة. فهي من شلون تتبع على نفسها أنه هي يعني خانت زوجها، حتى لو ما كان مثلا يمكن ما كان مثلا خلينا نقول معاشرة جنسية يعني، لكن مجرد أنه هي هذه المغازلة وهذه الرسائل اللي بيناتهم العاطفية هي أكبر خيانة. العمل جدا ضروري للمرأة. ليش؟ أنا كمنظمة مجتمع مدني كانوا يجوني نساء ما زالوا يعني انه الحاله الماديه تعبانه، دي تصير مشاكل، دي يصير ضروب، دي يصير انتهاكات بالاسره. فاني بديت افتح دورات بالمنطقه، فالمراه من تطلع من نطاق بيتها، وقلت لها ماكو مشكله، اني بالمنظمه أدي حديقه كبيره، جيبي اولادك يقعدون يلعبون بالحديقه يرسمون، وانت دخلي الدوره. اولا المستوى الثقافي مالتها راح يتغير، اثنين من راح تختلط ويا فئات كثيره، يعني أنا بالدورة الطالب، الطالبة، ربة البيت، المحامي، الطبيبة، الموظفة، عدة فئات. من راح تيجي تختلط راح تتعلم من عندهم، أو هم هم يتعلمون من عندها، ماكو مشكلة. راح ترجع للبيت نفسيتها مرتاحة، ترجع لعملها بالأسرة بالبيت. لكن إذا بقت قاعدة تحس نفسها حالها حال أي حاجة بالبيت، هذا راح يأثر على نفسيتها. دائما إحنا كمنظمات مجتمع مدني نسوي دورات تثقيفية، دورات تأهيل نفسي للزوجة. أنا فتحت دورات خياطة، كانت عندي يعني نساء وصلت بيهم الحالة أنه هجرها زوجها وللطلاق ومحاكم. من دخلت دورة خياطة وتعلمت وخلت لها مكينة وقامت تشتغل على اللي تقدر له، فكانت تيجي تقول لي ستي أنا حتى أخلاقها تغيرت وياي، حتى أسلوبها تغير، قام هو يبدل للأولاد يوديهم للمدرسة لأن أنا قاعدة على المكينة. ليش؟ صار فد حافز، صار فد يعني فد دافع مادي للأسرة. المجتمع العراقي مر بصعوبات كثيرة وحروب، فالأغلبية صارت عندهم صراعات نفسية، مشاكل نفسية أثرت على، سوت عندنا اضطرابات الكل، إحنا كلتنا صارت عندنا اضطرابات نفسية وسلوكية. زين يعني هذا الخوف من المستقبل، إحنا ترى إحنا عايشين في بلد ما نعرف مستقبلنا شنو، خاصة هاي الإشاعات اللي دا تصير هسه اللي هي دا تخوفنا، هاي تخلينا إنه إحنا نريد كم هائل من الأمان والاحتواء. زين هنا اللي صار إنه ما شافت الاحتواء والحب، طلعت برا تبحث عنه. الغلط قلت ليش إنه سبب شخصيتها المدللة إنه هي
يعني ما فكرت انه هي حسيت يمكن انه هذا الشيء ياثر على شخصيتها او على شخصها الكريم او استنقاصها بشخصيتها انه هي تبادر وهي مثلا تطلب كلمه حب او انه هي مو الا يعني ولو هي كفد شغله حاجتها حلوه قالت المشاعر هي واحد ما يصير يطلبها وانما يعني انا احسها وهي لازم مقابلي بادر زين انت بادر بهذا الشيء هو ما يبادر انت بادري اكو تفاصيل كثيره يمكن بها نوع من الجراه يعني اليوم الرجل هو خلينا نقول انسان خالي من المشاعر وماكو واحد ما عنده مشاعر لكن اكو شخص مشاعره دفينه يعبر يا اما انه هو يدللها يجيب لها يعني اغراض او هدايا او قطعه ذهب او يعني مثلا اكلات جاهزه طيبه هي يدري زوجته تحبها كل انسان يعبر بطريقته اكو انسان بالكلام حبيبتي وعيني وقلبي وام جهالي زين كل انسان وطريقته بالتعبير اكو تشوف يسند اكو يغار عليها ويحبها يغار عليها رد يحسسها احنا شغلتنا انسانيه واحنا على تماس ويا الاسره يعني احنا تقريبا يعني يسمونا معالجين نفسيين تجيني حالات طلاق يمكن احنا نصلح بيناتهم يعني ليش هو يعني اصلاح ذات البين احنا كاسلام يعني موجود بديننا الحنيف فهاي يعني احنا شغلتنا انسانيه فاني شفت شغل المنظمه اكثر اقتربت من العائله النساء قاموا يامنون بي باعتبارها منظمه تمكين المراه هسه من نسمع تمكين المراه يقولون ليش اني اسمعها يعني انتم تمردون نسائنا علينا لا بالعكس احنا اصلحنا هواي عوائل شغلنا هواي نساء يعني ومثلا اني اشتغل ملف رعايه اجتماعيه ما اشتغل بس للنساء لا يعني اكثر القوائم الارفعها رجال حتى بوزاره العمل يقولوا لي انت منظمه تمكين المراه جايبه عدد النساء اكثر اذا العفو الرجال فاني الرجال يعني من يتحسن وضع المادي هي الاسره راح تستقر وهاي طبعا اكثر مشاكلنا يعني مرات يعني يعني تجيني حالات فتقول لي انا زوجي بس فكر يعني عذرا فكر بهذه الامور الثانويه قلت لها انت لو قاريه كان يعني عرفتي انه انت على خطأ قالت شلون قلت لها هو مستحيل اكو رجل بالدنيا يعني ما يحب زوجته ويبادر وياها هذا الاحساس والمشاعر الرجل حبه جسدي المرأة حبها عن طريق المشاعر والكلمات الحلوة إنسانة رومانسية وعندها مشاعر زين الرجل جسدي الرجل يحب مثلا المرأة هي تحب تسمع كلمات حلوة وعبارات جميلة الرجل بالنظر بصري يحب يشوف زوجته لابسة ملابس حلوة ويعني وعطرها ومرتبة في سبيل أنه هذا الشيء يغني عن كل نساء الكون زين ما اني للاسف هاي اللحظه المفروض اني اتراجع او انه انهي الخطوبه لانه ما شفت منه شيء واللي اريده اني شيء واللي شفته شيء صح اني ردت حب بالحلال بعد العقد يمكن واي بنات ما يفكرون شيء يحبون بعد يتزوجون اني العكس المهم بعدها صار الزواج نفس الوضع ونفس الحاله صاروا اطفال هاي الفترة أني ما عندي شهادة فقلت له أريد أملي الفراغ اللي عندي بيتبقى فارغ لي فقلت له أريد أتعين تعينت ما مبين علي أنه أنا صاحبة أطفال أو معاناة لأن أنا عايشة حياتي مرتاحة بيها فبهاي الفترة تقرب لي شخص موظف وياي وحسيت بي يعني أكثر أنه صارت بيناتنا علاقة صارت علاقة حب بيناتنا وهذا الولد يعني وصل لمرحلة انه قال انه ينفصل على زوجته من زوجته يعني واني هماتين انفصل واحنا نرتبط لان هو لا يحب زوجته ولا اني احب زوجي فهي هذا اللي صار بيناتنا وانكشفنا يعني انا زوجي انكشفت وقرر رسائل بيناتنا فهو قرر انه احنا ننفصل بكل برود مثل ما بدأ قال ايه اوكي احنا ننفصل انا خفت لها راح يسوي شيء راح يصير رد فعل أخذت جهالي ورحت لأهلي طبعاً جهالي أنا أهم شيء عندي أنه ما أعوفهم وقال أوكي أنه ننفصل أنا خفت لي راح يخلي محامي يقول هذه ممكن خاينة ممكن هاي
فأنا فهمت أهلي باللي صار. أهلي يعني صح لاموني بس راحوا لي قالوا لي يعني أنت شلون راح شو تسوي، هي صح خانتك وهاي، بس يعني هي بعد هاي ما تبقى وياك. قال لا أنا ما راح أقول، شوف هاي أخلاق اللي قلت لك عليها بالبداية، قال أنا ما راح أقول إنه هي خانتني، لأنه أنا على مود أولادي إذا يكبرون وراح يعرفون أمهم خاينة فراح يأخذون عليها نظرة مو حلوة، وبالمجتمع هم نظرتهم ما راح تصير حلوة. فهنا وقفت لها الأخلاق الحلوة، وصح يعني بس جت متأخرة، يعني إنه اللي هو ما ثبت للحب اللي أنا أريده. بالنسبة للتصرف يعني لو تعرضين هذا التصرف مالت يعني وتطلبين ردود أفعال من الناس، ردود الأفعال أو وجهات النظر حتكون مختلفة. أكو بعض أشخاص راح يطلقون عليه إنه الإنسان هذا رجل ما عنده غيرة، أو هذا جبان، أو هذا ما عنده شخصية زين، أو إنه هذا ما يحبها، لذلك إنه لو يشوف حتى لو رجل موجود وياها أو تطلع تمشي بالشارع ويشوفها بأم عينه، غير يعني يشوف إنه ودة تمشي ما تتمشي ويا رجل ثاني ما راح يهتم لأنه ما يحبها أو هو زين. هنا منظورين أكو لهذا التصرف. شوفي هو إنسان يعني عقلاني بصراحة، أنا يعني من وجهة نظري عقلاني زين، لأنه فكر بمن؟ فكر ببناته، عنده 3 بنات، بنات بالمستقبل من هسه لحد ما يكبرون راح يعيشون بعار، وصمة عار سببه وأمهم، هاي واحدة. الشيء الثاني هو راح يعني راح يحصل جزء من الانتقادات. ليش؟ لأنه اليوم احنا معروف يعني نعرف هذا الشيء، مجتمع عشائري، ونعرف الرجل إذا خانته زوجته معناته أكو فد نقص بشخصيته، أو أنه هو مو رجل، أو أنه هو مو قد المسؤولية، أو أنه هو إنسان جبان. فماكو ما أعتقد أنكو شخص يعني يتمنى أنه يعني يكون بهذا الموقف زين. فكر ببناته، فكر بنفسه، فكر بعائلتها، فكر بعائلته، واللي عرفته انه ابوه هيصير صديقه، يمكن هاي الاعتبارات زين. هذا الانسان عنده كم هائل من التسامح الرباني، اكو انسان متسامح، اكو انسان لا يدور زله على الشخص. شخصيات شوفي البشر انماط تقريبا بين 6 و7، أكو الإنسان العصبي، أكو الإنسان المتزن، أكو الإنسان اللي عنده رومانسية، هواي. هذا شخصية متزنة، شخصية عقلانية، فكر بهذه الأمور قبل لا يتهور. هاي من ناحية. أكو ناس راح يوافقوني على هذا الشيء. أكو وجهة نظر أخرى، إحنا مجتمع عشائري المفروض هاي البنية، يعني هاي وجهة نظر الناس فسر لك إياها نوعين. يقول هاي المفروض تصير قاعدة عشائر زين، يدزون على أهلها ويهدر دمها وغسل عار وانه يقتلوها زين، وراح يبقى طول عمره انه هو وشغله فصل عشائر، وتعرفين هذه الامور زين. يلا يكون بنظر بعض الناس انه هذا صدق رجل، مع يعني رجل بمعنى الكلمه زين. فهي احترمت هذا الشيء وحسته انه يعني انه هو صدق خلوق، لانه هذا موقف يعني موقف نبيل بصراحة سويها. يعني المشكلة إنه هسه هي قاعدة تعاني من يعني من شغلة شو اسمها مسألة الأطفال، هي الخيانة، هاي مشكلة يعني كانت حالة هسه صارت مع كل الأسف ظاهرة بسبب التقدم التكنولوجي، بسبب دخول عناصر غريبة بالأسرة اللي هي مواقع التواصل، وهاي مع كل الأسف إحنا هاي دا نفتهمها بشكل خاطئ، يعني أثرت على يفترض تأثر على المستوى الاجتماعي بالشكل الإيجابي. أكثر حالات الطلاق يعني 40% حالات طلاق أحد الأشهر، يعني 40% من وراء الموبايل، من وراء أنه الأم تدير بال، الأب يجي يلزم موبايله، يصير تفكك بالعائلة. بس إحنا ما يخفى علينا هواي عوائل الأولاد لازمين موبايلاتهم الأم والأب، فده تصير هواي خروقات بالعائلة. الخيانة الزوجية صارت ظاهرة مع كل الأسف. ليش؟ بسبب تفكك الأسرة، بسبب ضعف الواعز الديني، بسبب ضعف الثقافة الاجتماعية. ومع كل الأسف هاي إحنا خلي نكون صريحين كنا مسؤولين عليها، يعني إحنا كمنظمات مجتمع مدني نكثف الدورات، حضرتكم كإعلام يفترض أنه إحنا نبث يعني روح الثقافة،
هي اكو ثقافه واكو روح الثقافه، اكو نخلي المقابل انه يحب يتعلم، يحب يتطور، يحب يحافظ على اسرته، يعزوها للظروف الاجتماعيه، يعزوها للحاله الاقتصاديه، يعزوها. يعني انا ما اخفي، نكون صريحين حتى يعني نوصل الرساله بامانه، عندي نساء جتي وأني حتى من أسوي بحث اجتماعي أتخفى عن اسمها، منطقتها، مواليدها، أقول لا أحد يعرفها. اضطرت أن تخون، تقول لي بسبب أنه زوجي يقول لي روحي دبري حالك أنت وأولادك. تقول أنا إذا أرجع البيت أهلي مذلة، إذا أنفصل وأطلع ما أقدر، ما عندي فد مورد. فتعترف أنه هي أنه سلك الطريق خطأ، بس هذا مو مبرر، نهائي مو مبرر. ممكن أدخل عائلتي، ممكن أدخل يعني احنا كمنظمات نتدخل، ممكن هواي اشياء. هي هاي التبريرات، انه ضربني، انه اذاني، انه مقصر علي، انه يعني صارت اجراءات الطلاق والطاري كل حقوقي، ماكو اي مشكله وما سوى لي هذه مات الخيانه. بقينا على المشاهده، بقينا على المشاهده، الاطفال متعلقين بي وهذا الشيء تعبني. هي المفروض الحضانة إلي وأنا يبقون يمي، بس كانوا دائما يبكون يردوا، فأنا وصلت قد ما أنا يعني أريتهم يبقون يمي، لأنه الشخص اللي أنا أحبه هم ماتين انفصل أو هو مستعد أنه يبقون يمه الجهال، فخفت لا يروحون من يمي. المهم ظليت أهدي وما أقول لهم ما تروحون ما تسوون شيء، فهو رفع قضية مشاهدة، فصرنا يعني يا اما بمركز محكمه ما اعرف فيها هاي الاجراءات، يوديهم يعني ابويا يشوفوا ساعات، او مرات يروحون هو الى البيت لابوهم ويرجعون. بعدين انا خفت لا ياخذهم، يعني قالوا لا يصير يعني تعهد بانه الزوج الجديد انه يتعهد وذول الاطفال ما يروحون. هاي الفتره انا بديت يعني سويت قدمت مات نفقه الاطفال هاي الفترة، وظلت أستلم يعني نفقة الأطفال تقريبا 700 وهيك شيء، لأنه أنا ثلاثة عندي وبقوا يعني وياي. تزوجت وهذا الإنسان يعني زين وياهم ويحبهم، بس هم بقوا متعلقين بأبوهم، وأبوهم يعني شلون يعني يتمنى إنه بعد إنه يصيرون هم بعد ال 15 سنة هم ياخذهم. يعني قال أنا حلمي الوحيد أنه بالأخير أطفال يمي. المفروض تحمد رب العالمين ألف مرة أنه هاي المشكلة إذا لو رايحة المحاكم وقانون وهذا. أنا حسب معلوماتي، أنا مرة باحثة اجتماعية بس عندي معلومات قانونية، ما يحق لها القاضي إذا سمع، ما يحق لها أنه الأولاد يصيرون مع يعني وياها. ليش؟ لأنه هي حاضنة غير مؤهلة، هي باعتبار هي مربية وتنشئ جيل. إذا كانت الأم خاينة أكيد رح تربي بناتها أتعس تربية، فهي ما لها حق أصلاً ما لها حق. أنا شنو اللي أقول؟ أقول المفروض تحترم موقف زوجها النبيل، وما تحرمه من مثلاً يعني بناته وأطفاله، اللي هم البنات متعلقين بأبوهم زين، وهو يعني حباً بيهم، وحتى لا يلحقهم العار لحد الكبر زين، حتى يمكن يعني لو صاير إشهار بالموضوع يمكن البنات حتى ما يتزوجون، يعني تعرفين إحنا بمجتمعنا وهذا زين. فهو حباً بيهم وضحى وراحه وابتعدوا عنه وخسر زوجته وخسر بيته وخسر كل شيء في سبيل انه ما يريد اي شائبه تصير على سمعه البنات. فاني على الاقل انا يعني لو من عندها انطي حقه مثلا بالبنات انه يروحون يشوفوا، اكو مشاهده كم ساعه، وانه يروح مثلا يروحون يمه ويرجعون. يا ريت يا ريت يا ريت اذا هي يعني تسمعنا تفسح المجال أمامه أنه هو يعيش لحظات حلوة ويا بناته، يروحون يمه يشوفهم، لأنه يعني هي ارتكبت خطأ شنيع بصراحة. فيعني المفروض أنه تخل يعني مثل ما هو سامحها، المفروض هي صار عندها شوية فد عاطفة زين، تقول أنه أنا هذا التصرف مالتي، المفروض هي تنحرم من بناتها. لكن نرغم هذا من صفات النبيلة أنه هو خلى البنات يعني وياها. فليش تستخسرين أنه البنات يروحون يزورون أبوهم ويشوفون زين؟ هو الطرفين عندهم أخطاء، يعني كزوج
ما مأتني بمشاعر زوجته، وهي اعتقد ذكرت انه من الخطوبه يعني تقول له دريد نطلع، ماكو هسه خطيب ما يعجبه يطلع ويا خطيبته ويفترون او صح لو لا. كانت تقول حتى انه هسه احنا ما سامعين، سمعنا بس يعني وجهه نظرها، بس الجانب الاخر يفترضها من سمعه، لكن كواقع حال الحاله اللي ذكرتها الزوج عنده خطأ. يعني زوج من ما يهتم بمشاعر زوجته، من ما يهتم بأمورها الخاصة، من ما ينطيها احترام، ويعني شو تحس إنه هي يعني حالها حال مثلا صديقتها أو جيرانها أو شيء، فهو أكو خطأ من ناحية الزوج. هي ذكرت إنه بعائلتها كل شيء مباح. هسا إحنا كلمة مباح معناته يعني تطرقنا إلى بداية الموضوع، من كل شيء مباح انه ما عندهم هاي العائله ما عندها فشي لا، وهذا كلش خطا. يعني احنا ايش قد مدللين اولادنا، بس اكو خطا، اكو حرام، اكو عيب. هاي العائله اللي كل شيء بيها مباح ما عندها لا خطا ولا لا ولا عيب، هاي عاشت حياتها بعائلتها تريد تستمر نفس حياتها ويا زوجها. انا ما اعتقد الزوج انه ما عنده فكره عن اللي الحالة اللي كانت تمر بها زوجته. يعني احنا ترى بالقانون وبالشرع مجرد رسالة بين الزوجة واي شخص يعني هاي تعتبر خيانة. واني ما اقصد اي رسالة، اكو رسالة عمل، اكو رسالة يعني الصديق، ماكو مشكلة، بس كرسالة غرامية او بها هز مشاعر او سلوك غير اخلاقي او تصرفات جنسية، هاي خيانة مجرد هاي الرسالة او الهاتف. فالزوج أنا ما أعتقد، لأن من سلم يعني من قلت له أريد أنفصل وهو وافق عنده فكرة عن الموضوع. وأنا خايفة من هذا الشيء، أنا ما أريد أفقدهم، ما أريد أسوي أطفال أصلاً بعد على مود هم بس هذول يقول، فصارت مشكلتنا الوحيدة هي الأطفال وهي ضحيتنا الأطفال، إنه أنا أريدهم يمي وهو يريدهم يمه، فما أعرف شنو اللي أقدر أسويه حتى إنه بعد ال 15 ما يروحون لأبوهم، خاصة الكبير ولد. البنات يعني هم أكيد هم راح يتخيرون، فأنا خايفة من هذا الموضوع، فشون أقدر أحله؟ يعني هو من هو طفل رضيع نشأ ويا أمه، انفصله وبقى ويا أمه، بغسة بغض النظر أنه البيئة اللي بيها أمه من مصلحة الطفل المحظون أو غير مصلحته، هو نشأ على هاي البيئة. أكثر الأولاد السنة الأب قام دعوة، الطفل قال انه أنا اريد ويا ابويا مثلا، اذا هو هسه مثل هاي الحاله الاولاد يريدون ابوهم. هي ذكرت راح كم يوم يم ابوه، شاف بيئه مختلفه، شاف مكان مختلف، شاف ناس ما يعرفهم، هي عاطفته اتجاه ابوه قال اريد ابويا، فقاموا انه يعني يهربون من ابوهم يرجعون لامهم بغض النظر عن الوضع كانت بالام. هسه احنا بدنا نحكي بصوره عامه، يعني ما بدنا نحكي انه حالتها هي. فالأب إذا وفر فد بيئة مناسبة للطفل خلاه ينسى بيئة أمه، لا اعتيادي يبقون ويا أبوهم، بس مال هي أنه رغبتها تريد أنه بناتها يبقون وياها، لا يعني هو القانون ما يمشي على رغبة الأم، يمشي أنه أكو قانون مشرع من 69 أنه القانون الأحوال الشخصية أنه من أتم 15 يخير،